فحضرتك العمدة، احنا بنتكلم دلوقتي على الخمسين ستين برج اللي موجودين هنا، هما متقسمين عبارة عن صفوف والصف عن كام برج فيها حوالي 10. تمام. ومعانا هنا الحاج احمد ابو علي ابو سالم، ده راجل اللي هو اللي بيبني الابراج ديت. تعالى هو هو المسؤول عن بناء الابراج دي. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ربنا يكرمك. اتفضل يا حاج احمد. اتفضل. احنا هنا اللي بنتكلم على بين الابراج وبعضيها، هو حاجه كده اسمها هندسه الابراج. يعني انت لو جبت مهندس عشان يعمل الحاجات الفنيه البسيطه دي ممكن ما يعرفش، انه ما درسش ده. انت بقى بخبرتك بقى، انت اولا وارث المهنه دي عن اب ولا عن جد؟ والله انت اللي بتبني الابراج. طيب، في كده بين الابراج وبعضيها في حاجات معينه، تعالى كده وريها لك، وانت برضو قول لي عليها. حضره العمده كان قال لي برضو ان انت الخبره في الموضوع ده. اولا البرج بتبنيه في قد ايه؟ البرج باخد يعني في حدود شهر. شهر؟ لان كل تفصيلاته. يعني هذا البرج لو انا قلت لحضرتك، لا دي وقت النهارده، كان زمان بيبنوه بالطوف. بالطوف؟ النهارده بنبنيه حجر. اللي هو ده؟ الوقت ده بنبني بالايه؟ بلوك. بلوك بالحجاره. على طوبه. وانهي انضف؟ اللي انضف الحجاره. انضف واحسن. انما ده كان زمان يعني كان عشان ما كانش عندنا الا ده. مش كان عندنا الا ده. كان المتاح. ده انضف يعني. ده انضف. اتفضل يا عم الحاج. طبعا بنسيب شوارع عشان دخلت الهواء للحمام. اتفضل. خد بالك. دخلت الهواء للحمام. الله، يعني بين دخلت الهواء دي ودخلت الهواء دي. ايوه عشان تاخد ايه؟ براح. البرج فيه عين، يعني كل برج كده بلاقي فيها عيون، اسمها عيون ولا اسمها ايه؟ جواديس. عيون. جواديس. اللي هي اللي هي العيون اللي زي دي. ايوه اسمها عيون. انت حضرتك في الجديد وده لازم انت اللي تعمل العيون دي. لازم انا اعملها. هي اسمها العيون اللي هي ورانا دي. دي فتحات للحمام. دي فتحات للحمام. يخش منها ويطلع منها. ويطلع منها. في جواديس جوه. جوه بقى. قافل. دي كله مقفول كده. خد بالك. دي الحمام بيبات فيها. اللي هو اللي هو الامام بقى. ايوه يخش. ايوه بيبات فيها وبيبيض فيها. وبيبيض فيها. تمام. البرج بيبقى فيه كم عين ولا كم؟ هو البرج اللي زي ده 1000. 1000. 1000 جادوس. 1000 جادوس. طب البرج ليه ارتفاع معين؟ يعني ما في ناس بتطلبها معين 6 متر و7 متر، وفي ناس بتعملها اقل. يعني على حسب التكلفه. خد بالك. على حسب التكلفه. البرج بيتكلف قد ايه يا عم؟ يخش له في 15000. هم قالوا انه ساعات برضه يخش له ب 25000. لا يخش له ب 15 16 بالكثير قوي يعني. انت بتبنيه بالطوب العادي؟ لا مبنيه بالطينه سودة سمراء. وتبن. وتبن. ومع الخشب. ومع الخشب. ده البرج القديم اللي بقاله 200 سنه. دي اللي من زمان. دي اللي من زمان 200 سنه. ولسه برضه شغال. هو شغال وهيدل شغال لغايه ما الجيل الجيل كمان. خد بالك. طالما مش في ميه بتمشي تحت منه. خد بالك. مش في تسريب يعني. مش في حاجه ولا الحمد لله. بده يعيش. خد بالك. انما النهارده الجديد النهارده. بعمل ببني بلوك. الاساس اصلا بيبقى على طوبه. اللي هي بالنسبه للبلوك على طوبه. بالنسبه للطوب الاحمر طوبه ونص. اتفضل. عشان يبقى عريض للايه؟ الجادوس. خد بالك. ده اللي انا بقول لك عليه بقى، ده التهويه. دي الفتحات التهويه. دي الفتحات التهويه. هو بيخش منها. بيخش منها ويطلع منها. يخش منها ويطلع منها. وده معمول ليه يا حاج؟ الخشب. عشان اللي هيطلع في جوه. والسلم من جوه. لا مش هو الخشب المحطوط سلم، اعتبر سلم. بيطلع من سلم. والحمام بيقف عليه برضه. خد بالك. الخشب. جوه وبره. خد بالك. وده في الحديث والقديم. في كله. في كله. كله. في كله. طب انت بيطلب منك البنى اللي براك دي هنا في القريه ولا بره؟ لا بره. بره في بره القريه. في اسماعيليه في القنطره. يعني اخر برج بنيته امتى؟ من مده حوالي 20 يوم. 20 يوم. فاني قريه. حدانا. جنبيكم. وعنداني. وعنداني كمان. وعندك انت. وعنداني برضه. حدايا. طب البرج ممكن ده قاعد 200 سنه، الابراج اللي انت اللي هي مبنيه مثلا من 50 سنه وبتاع برضه هتقعد 200 سنه برضه وتكمل. هتقعد تكمل. ما فيش فيها مشكله؟ لا مش فيها مشكله. تقعد. تقعد. يعني مش. انا متفاهم متفاهم اللي حضرتك بتقوله، وعارف ان انت بتتكلم في فكره معينه وفكره يسموها ايه؟ هندسيه. طبعا يعني هي انا ما شفتش مثلا مهندس متخصص في بناء الابراج الحمام. ولا ده ما هو لا ده بتبقى مهنه عبا عن جد. واخد بالك. مش اي واحد يجي يبني ويمشي. لا. دي بتبقى برضه معلمه برضه في الشغل. معلمه في الشغل. دخلك كله من بناء الابراج يا عم الحاج؟ لا مش دخله كله من بناء الابراج. انا راجل موظف.
برضو. الله ينور عليك. ايوه بس مساعده للعيشه. طب ولادك ورثتهم البنا ده برضو؟ لا والله. يعني مش معنى انت ورثت على ابوك ما هي. طب اخواتك؟ بس شغلانه تعبه برضو. طب اخواتك؟ اخواتي لا. فيش اللي انا خدت. بتاخد معاك انفار برضو بيبنوا وبتاع؟ باخد انفار من بلدنا. بس ابويا مش 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 علم حد الا انا. يعني كده احنا فهمنا من عم الحاج ان البرج بيتكلفوا له حوالي 15 17000 جنيه مش كده النهارده دي. في اليومين دول. البراج اللي احنا فيها دي بقى لها 200 سنه فعلا. وفي براج بقى لها 50 وفي راجل في اكتر تانية. في اكتر. البرج بيبقى كم؟ ممكن كم حمامه تبقى جوه البرج؟ كم جوز حمامه يعني؟ ممكن على حسب العمار. احنا قلنا ارتفاعها كم بيبقى البرج؟ هو مثلا 6 متر 5 متر على حسب انت عايز. لغايه 8 متر. وبيبقى العرض كل العرض 2.5 3 2.5 4 كده يعني. بس ما بيكونش العرض واحد. لا ما بتطلع بصحرا كده عشان ايه؟ لازم تطلع بقى فيها ايه لمعه كده في الشغل. يعني بيطلع عدل كده. يبقى منظره مش حلو. منظره مش حلو. انما لازم تلفها. طب الحمام قال لو انت طلعت كله طبقه واحده كده هل يعني بيضايقه ولا هو لازم يطلع بالطريقه؟ لا بتطلع كل اسبوع. كل اسبوع تطلع تجمع. تشوف الزغاليل والحاجات دي. تمشي فيه برضه. في فرح في حاجه امسكها مثلا كده يعني. انا بقى شفت هنا بتاع ده مصياده فيران كتير. هنا مش كده؟ فين؟ دي واحده مثلا من مصياده. دي واحده من ضمن الايه؟ يعني مثلا يعني دي مصياده فيران. تقول ليه مصياده الفيران هنا كتير؟ ما هنا عشان الفيران بتيجي على الحمام. الفيران بتيجي على الحمام. عندي اعتبر طعمه حلوه بالنسبه لهم. ربنا يكرمك يا عم الحاج. الله يخليك يا عم الحاج. ودي ايه دي بقى يا عم الحاج؟ دي بقى دي برضه تبع الحمام؟ دي تبع الجماعه ما يجي بانوا كانوا بيحطوها يعني زي زينه كده بتاع زمان كده. خد بالك قدوسين كده مش عارف ايه. منظر يعني مش مش لها لازمه اصلا. يعني الحمام ما بيستخدمش لا 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 مش دي هيقعد فيه. ده هنا في حاجه تقريبا. لا مش في حاجه. سهل مريح. تمام يا عم الحاج. ربنا ده اخر البراج بقى. خلاص دي اخره. احنا بنتكلم على 60 برج تقريبا. بتاع 35 برج. منظر الحمام طبعا. طبعا اكيد زملائي في التصوير خدوه يعني. ده اعتقد ده اقل منظر.